السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بفيديو جديد. زي ما انتم شايفين الدورة ماشية معانا زي الفل، ويعني تحسوا إن هي بقى بدأت إن هي تكبر معانا أهيت. حتى لو انتوا عندكم الناس اللي هي جابت معايا يوم بيوم برضه هي عارفة، وأكيد عندها الأوزان والأحجام أحسن مني كمان. فاحنا النهاردة إن شاء الله يا جماعة جايين وجايبين برضه خلطة كويسة جدا. يمكن أنا كل مره بعمل لكم فيها فيديوهات بقدم لكم خلطه من شكل، حتى لو اني مثلا فوتت يوم ما صورتش ولا حاجه بنرجع نكرر نفس الوصفه اللي احنا عملناها تاني. يعني المفروض الوصفه اللي احنا بنعملها يا جماعه بنعملها على الاقل يومين في الاسبوع، ده بيبقى حلو قوي. بدل ما بطلع يعني كل يوم اعمل وصفه، احنا بنديكم ايه فرصه ان انتوا تعملوا الوصفه اللي احنا بنعملها ده مرتين في الاسبوع. عملنا في الفيديو اللي فات وصفه كويسه جدا للبرد، دي يا جماعه احسن وصفه تبقى حلوه قوي، علشان معظم الاسئله اللي بتيجي يا ام شيماء انا عندي الفراخ بتعطس، الفراخ عندها برد، الحاجات ديت. قلت لكم يا جماعه الحبايه اللي احنا عملناها دي كويسه جدا، دي حلوه قوي. اللي في الفيديو اللي فات واللي ما كانش تابع معايا الفيديو اللي فات يرجع ويشوفه، هيستفاد برده منه كتير، لان الحبايه دي كويسه جدا، ده حلوه قوي للطشم والسخونيه والالام المفاصل والحاجات دي كلها، حلوه قوي المشاكل ديت. انتوا عارفين طبعا دخل علينا بقى شتاء وتغيرات جو، فاكيد طبعا بيحصل في مشاكل بالليل، مثلا ممكن الفراخ تبرد مننا، التهويه او الكتمين قوي على المكان. فاهم حاجه ان احنا بنهوي المكان وبنظبط التهويه، والفرشه برده يا جماعه لازم تكون نظيفه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. الفرشه هي مع انها ناشفه ونظيفه كويسه، بس ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا على بكره كده باذن الله نحاول بقى نغير. انا ما كنتش راضيه اغيرها لانها هي ناشفه. انا بفتح المكان بيبقى مهوي طول النهار، طبعا انتوا عارفين الجو حر بقى بالنهار، فالشمس يمكن بتدخل في نص المكان هنا بتنشف المكان، ما بتخليش لا له ريحه ولا بتخلي تحته طر. بس برده بالرغم من ان هو ناشف فاحنا ان شاء الله هنشيله وهنجدد لهم فرشه نضيفه. ليه بقى؟ علشان اهم حاجه النظافه تحت منه، بلاش المكان يكون مكتوم. خدوا بالكم يا جماعه المكان لما تكون مكتوم انت قافل عليه قوي وجو حر وتحت الفرشه مش نظيفه، ده بيعمل ريحه امونيا. ريحه الامونيا دي بتعمل ايه؟ ده بتطلع يا جماعه على عين الفرخ، بتخلي الفرخ عينه بتحمر، بتخلي الفرخ عينه ورمه، واقف حاسس ما يكون نعسان مش قادر ان هو مثلا لا يتنفس ولا ياكل ولا يشرب، تحس ان الفرخ واقف كاشش. فانا الافضل معايا علشان الدوره تمشي معايا مظبوطه وتبقى كويسه دايما على طول تهويه ونظافه. في ناس هتقول طب انا الجو برد ومش عارف ايه وبحاول اكتم عليهم خالص، ده اكبر غلط. خدوا بالكم الجو برد حاولي ان انت ما تكتميش على الفراخ، برده مهما كان الجو برد او في هواء حاولي ان انت تفتحي لهم تهويه بسيطه بس كده من الجنب، تهويه ما تكونش مباشره، علشان التهويه المباشره دي اخطر حاجه وبتتعب الفرخ معاك. علشان تربي تربيه سليمه وتبقى كويسه معاكي لازم يا جماعه نمشي على كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت. ويمكن في ناس بقى بتزعل في الاول وتقول يا ام شيماء الفيديو بيبقى طويل ولا كده، الفيديو ما بيبقاش طويل يا جماعه ولا حاجه، ده هم 8 دقائق اللي احنا بنعملهم. طبعا ما فيش حد بيتفرج على ال 8 دقائق كلها، لا انتوا في ناس بتخش تشوف الوصفه وبتخرج، وفي ناس مثلا بتحب ان هي تستفاد وبتستفاد من المعلومات اللي احنا بنقولها. لا الكلام ده يا جماعه لازم خلي بالكم، لازم اقول لكم الكلام دوت علشان لو انت بتربي تربيه لازم تربيها سليمه. ممكن ان انت تاخدي الوصفه وتخرجي بس مش هتستفادي من المعلومات او الكلام اللي احنا بنقوله، دي اهم حاجه. علشان كده يمكن اكترت الفيديوهات انا بقول لكم يا جماعه خلي بالكم من الكلام ده، لان معظم الاسئله اللي بتيجي الفراخ عندي تعبه، الفراخ عندي كشه، الفراخ مش عارف ايه. الناس ممكن تخش تشوف الفيديو دقيقه دقيقتين وبتخرج، او تشوف الفيديو بتخرج قصدي الوصفه وبتخرج، ما بتسمعش الكلام اللي احنا بنقوله. بل يعني علشان الكلام ده مهم فانا لازم اقوله في كل مره كده علشان كلتنا برضو ايه، حتى لان في ناس بتبقى اول مره بتربي، وفعلا في ناس كتير قالت مش انا اول مره اربي ومش عارفه ايه، فانا لازم اقول لكم الكلام ده على اساس ان انتوا تستفادوا منه. وببقى مبسوطه لما في ناس كتير تقول لي مش انا بستفاد من الكلام اللي انتوا بتقوليه، وما تكونش فعلا لا في التربيه، وبص الاقي في ناس تقول انا فعلا ما كانش لا في التربيه واول مره ربي وبسم الله ما شاء الله الاوزان عندها بتجيب 3 كيلو، بتعدي 3 كيلو. فعلا والله العظيم يا جماعه انا ببقى مبسوطه لما بلاقي ناس فعلا بتستفاد من الكلام اللي احنا بنقوله. وفي ناس طبعا يعني بتربي مره واثنين وعندها خلفيه، بس برده لازم اقول الكلام دوت علشان الناس اللي هي لسه بادئه في التربيه برده تعرف الكلام ده ويبقى عندها خلفيه. يلا يا جماعه بقى نشوف الفيديو بتاعنا علشان ما نطولش عليكم، لسه ما حدش لايك يحط لايك ويجي يشوف معايا الوصفه اللي احنا هنعملها. الوصفه اللي احنا هنعملها ديت ده ما شاء الله كويسه جدا، ولازم لازم كلتنا نعمل الوصفه ديت. الوصفات اللي احنا بنعملها يا جماعه دايما على طول باستمرار اعملها.
علشان في ناس ما بتعملش وصفات بترجع تقول الوزن عندي خفيف، الفراخ عندي ما بتكبرش، النمو بتاعها واقف، ده بتغنيكي عن اي علاج بيطري انت بتجيبيه. واحسن حاجه الفرخ اللي ما بياخدش علاج بيطري، ده احسن حاجه وانضف حاجه. الفرخ اللي انت بتربيه على ايدك لو واخد اعشاب، الاعشاب كويسه جدا، ما فيش منها اي ضرر ولا منها اي حاجه، بل بالعكس الاعشاب بتزود معاك الوزن، تخلي الفرخ معاك صحته كويسه جدا. الفرخ اللي بيبقى واخد دواء كتير ده بيبقى المناعه عنده ضعيفه اقل شويه، وممكن كمان بتديله الدواء ما بيرقش معاك، وده عن تجربه. وفي ناس كتير بتبعت تقول يا مشاماء انا بدل الفراخ علاجات كتير وما بتجيبش معايا نتيجه، ليه؟ لان خلاص بتبقى عامله مناعه عند الفرخ. فاحنا الافضل ان احنا مش كل حاجه نجيب علاج وندي للفرخ، لا، حاولوا ان انت تجربوا الاعشاب. في حاجات كتير بتعالج البرد، في حاجات كتير بتعالج الاسهال، الحاجات دي كلها، واحنا مش عايزين اكتر من كده. وفي نفس الوقت بتزود الوزن معاك، يعني خلاف ان هي بتعالج بتزود الوزن معاكي، وما شاء الله بتخلي الفرخ كويس جدا، بيبقى الفرخ ماشي معاكي طبيعي، لا واخد علاج ولا واخد اي حاجه. تعالوا بقى كده نشوف الوصفه يلا بتاعتنا، هنبقى نعملها عباره عن ايه. بصوا بقى يا جماعه انا عامل ايه، زي ما انتم شايفين كده، ده بنجر، ده انا جايبه واحده بنجر كبيره فهرستها زي ما انتم شايفين، وعملت التفل بتاعها اهوت. التفل دوت انا هقلبه على الاخر، مش هرميه ولا حاجه، التفل ده هيتقلب على الاخر. اما الميه بقى بتاعتهم اهيت، شايفين الميه ديت، ده انا هاخد نصها، هاخد نصها كده واحط لهم على السقايه بتاعتهم، اما النص الثاني هعمله لبكره برده ان شاء الله هحطها لهم. دي يا جماعه بقى في مجموعه فيتامينات كويسه جدا جدا لوكيور عندي، هنحط نصها على الميه وهنحط نص التفل دهوت على الاكل بتاعهم، يعني انا مش هرمي التفل ولا حاجه. تعالوا بقى كده الاول نحط لهم على الميه، ده كده يا جماعه اهوت، انا هحط نص الكميه زي ما انتم شايفين كده. يعني مثلا لو انت عندك رتل ولا حاجه، ده كده يا جماعه حطينا الميه اهوت زي ما انتم شايفين، ما شاء الله هتلموا بقى كلهم على الاكل يشربهم، على الميه قصدي يشربهم. والاكل بقى الاكل اللي انتم شايفينه دلوقتي هنحط عليه التفل ده، اهو شايفين انا جايباه في المصفى زي ما هو اهوت، ده هناخد نص الطفل بس، نص الطفل هنحط على كميه الاكل اللي قدامهم ديت، النص الثاني هنحطه بقى في وعاء ولا حاجه او في صحن ونحطه في الثلاجه، بكره برده ان شاء الله هنقوم اقلب لهم النص الثاني. يبقى احنا كده ادينا لهم يومين في الاسبوع، ودي يعتبر خلطه من ضمن الخلطات اللي احنا بنديها للفراخ. ان شاء الله برده في بكره باذن الله احتمال برده اصور لكم، لو ما صورتش بكره هنحط الخلطه اللي انتم شايفينها ديت. صورت ان شاء الله هعمل لكم برده وصفه جديده، الوصفه دي هتزود معاك الوزن وتحداك في الايام دهيت. لو الوزن معاكي ما عداش التلاته كيلو، لو انت ماشيه صح بالتعليمات اللي احنا بنقولها دهيت، واتحداك ان الوزن ما جابش معاكي 3 كيلو، لو انت اتبعت التعليمات اللي احنا بنقولها دهيت وكل الحاجات اللي احنا بنعملها دهيت، ان شاء الله هتعدي معاكي 3 كيلو. لان الفرخه يا جماعه طول ما هو ماشي كويس بيديكي وزن حلو قوي، واحنا يعني زي ما انتم شايفين كده داخل علينا طراوه، والفرخ بقى كل ما بيدخل عليكي الترابه كل ما بيديك احجام واوزان احسن. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واللي لسه ما حطش لايك حط لايك واشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.